مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في مع بداية هالأسبوع، وطبعا بدي اتمنى توفيق للمطارني الجدد سيدنا بول عبد الساتر رئيس أساقفة بيروت للموارني خلفا للمطران بولس مطر، وأيضا خلفا للمطران عبد الساتر المطران الأنطوني الجديد أنطوان عوكر يلي رح يستقبل نهار الثلاثة ونهار الأربعة بدير مروكوز الدكويني مقر رئيس الإسلام للرهبانية المهنئين، كما سيستقبل المطران الجديد بول عبد الساتر أيضا في مطرانية بيروت المهنئين ثلاثة وأربعة. بدي هني كمان سيدة المطران يوحنا رفيق الورشة يلي اليوم خلفا للمطران فرانسوا عيد في روما ورئيس طبعا مجلس الحبر في روما، وايضا المطران بيتر كرم اللي هو في الانتشار، حتى قال لهم طبعا كل صلاتنا لكم وبدنا صلاتكم كمان لنا وبالتوفيق. بمعلوماتنا لليوم شو في؟ تعميمين صدروا عن وزير السياحة وفاديسكي دانيون، حامل التعميم رقم 5 للمسابح والحمامات البحرية ومرافق الاستحمام، المفروض الالتزام ببنود السلامة العامة وسلامة الرواد، وطلب الآتي: توفير مياه صالحة للسباحة وإجراء فحوصات دورية للمياه لجهة التأكد من عدم وجود جراثيم وفقاً للأصول المتبعة لضمان سلامة الرواد ونشر التقارير الدورية في مكان بارز. تقدم من وزارة السياحة بلوائح أسعار الدخول ولوائح أسعار المأكولات والمشروبات داخل المؤسسات للمصادقة عليها، على أن تعلق أيضاً في مكان بارز على مدخل المؤسسة. توفير الطاقة النظافة العامة للمؤسسة ونظافة التجهيزات والأواني المستعملة وسلامة وجود المأكولات والمشروبات التي تقدم إلى الرواد. توفير شهادات صحية للموظفين العاملين في تحضير المأكولات وتقديمها. توفير غرفة إسعافات أولية مجهزة بالكامل لناحية وجود حمالات وقارورة أكسجين وحقيبة إسعافات أولية. توفير أبراج وعوامات ولوحة إرشادات ومسالك ملائمة للوصول إلى المياه والخروج منها. توفير مدخل للجيت سكي ومخرج له في حال عدم وجوده. اعتماد المساواة في استقبال الزبائن دون التمييز لجهة العرق أو الجنسية أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتمتعين بالأهلية القانونية. السماح بإدخال المأكولات الخاصة بالأشخاص الذي لديهم حالات طبية لا سيما الحساسية على الجلوتين واللاكتوز في حال عدم توافر هالأنواع من المأكولات داخل المرفق السياحي. توفير مياه صالحة للشرب مجانية للزبائن. وختم التعميم اللي صادر عن وزارة السياحة أنه بتأكد وجوب أيضا التزام البنود الواردة بها التعميم، وبتلفت المعنيين بالأمر إلى أنها رح تشدد بموضوع تطبيقها ورح تضطر إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة بحق المخالفين. متابعتي بمتابعتنا لليوم، بدي اليوم نحن حكينا مع رئيس بلدية زكريت الأستاذ أديب مرقص بموضوع مولد كهرباء تابع للبلدية وموجود بمكان سكني وكتير عم بيأثر، عم نشوفه نحن، بعتوا لنا إياه اليوم هيدا دخون المطر. أنا حكيت رئيس البلدية وقال لي من اليوم ما رح يشوفوا بقى دخان، والأهالي الموجودين حوالي هالموتور هيدا حسب ما خبرني رئيس البلدية إنه شافوا إنه البلدية عملت غرفة هلأ جديدة لتوضع فيها هالموتور وعم يتصلح، يعني كان عنده مشكلة فيه تصلح، ولكن اليوم عم تعمل إجراءات جديدة لنجيب موتور تاني، ولكن لحين ما ينجيب من هلأ لأسبوعين الموتور. رئيس البلدية بيقول إنه عم يهتم الدخان اليوم من اليوم وطالع ما رح يشوفوه بقى. اثنين انه رح يكون في موتور جديد من هلا لاسبوعين، وعزل التاخير طبعا الاجراء الروتيني يلي بيصير بالدوائر الرسميه ومنهم هذا الموضوع. طبعا على ذمه رئيس البلديه هذا اللي قاله اليوم، وانا عم بنقلكم شو قال لي.
موضوع آخر بحب أحكي فيه بمتابعتنا اليوم ما بيخص بس المريضة ليليان، ما رح أقول اسم عائلتها، ولكن بدي أقول أنه ليليان بتعاني من مرض السرطان وعم تتطبب وعم تاخد الدواء من وزارة الصحة العامة مثل كل المرضى يلي عم بيحصلوا على هذا الدواء. حكيمة غير لها الدواء وغيروا وموجود بوزارة الصحة مع الأدوية المزمنة. لما تقدمت بالتبرير وليه يعني غير الدواء للوزارة، اللجنة الطبية اللي بتنظر بهالأدوية هي رفضت تعطيها الدواء الجديد يلي وصفه الحكيم يلي موجود بالكارانتينا. هلأ للحكيم عم يتراجع عن الدواء لأنه هو بيشوف أنه هيدا الدواء بيساعدها أكتر، بيخفف لها أكتر، ولأنه موجود ومش مكلف كتير بتقدر تاخده ليليان. وللجنة الطبية بتتراجع عن قرارها أنه لا نحنا ما رح نعطيها هذا الدواء، بدها تاخد هذا الدواء اللي كانت عم تاخده قبل. وهلأ بين لجنة طبية دكتور مقدسي وبين طبيبة للمريضة، وحتى الطبيب وصل معي لما نحكيته لأنه قالوا لي بالوزارة أنه على الطبيب يرجع يعيد الرشدة لأنه ما رح يقبلوا فيها. قال لي الطبيب، قال لي منو المكلفين وهن بيعرفوا أنه لما بيكون ريفلكتوار يعني لازم نغير، وهذا التغيير بخفف عليها أكتر. قال لهم على القليل يعطوها دواء من الأدوية اللي وصفتها وأنا بشتري لها الباقي، لأنه الحكيم مصر أنه هذا الدواء الجديد الوصفة الجديدة بتخفف لها كتير من بالعلاج تبعها لليليان. ونحن يعني فت على استوديو أنا اليوم وماني عارفة شو لازم أعمل. يعني ليليان طلبت مساعدتنا، نحن حكينا مع الحكيم المعالج لما شفنا بوزارة الصحة ما بيخرقوا بروتوكول أو قرار اللجنة الطبية، والحكيم اطلع على اللجنة الطبية بالرفض، وهلأ ليليان ناطرة الدواء ومش عارفة أي دواء بدها تاخد. أنا اللي بدي أقوله اليوم، إذا كانت وزارة الصحة العامة عم بتأمن هالأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية، عم بتأمنها تتوفر على المرضى ولتعطيهم فرصة للحياة، وحتى من لأنه من واجباتها كمان تأمن لهم هالدواء هيك. لما بيكون في طبيب معالج وعنده الثقة الكاملة إنه هالأدوية الموجودة بالوزارة صارت أفضل للمريض وعلى مسؤوليته، والمريض أكيد هو عم يلحق طبيبه، شو بيأثر على وزارة الصحة إذا بدلت الدواء من هيدا لهيداك؟ يعني ما عم بفهم. يعني بعرف في بروتوكول دايما بالأدوية بلتزموا فيه عالميا مش بس بلبنان، ولكن لما منغير من دواء لدواء ومتوفر، والطبيب المعالج اللي عم بيشوف المريضة دايما شايف هيدا الأفضل، طب ليه الوزارة هون ما في حدا يحكي مع اللجنة الطبية، أو ليه ما بدها تاخد برأي الطبيب المعالج؟ بالأمور يلي فهمتها إنه هيدا الدواء بده يدخل بموازنة 2019، ليش بنوصفه قبل؟ إذا كان هذا الموضوع إن كان بال 2019 رح تخلص وهالموازنة تطلع، نترك مريضة لا معلقة ولا مطلقة كرمال تحصل على دواء ممكن يساهم ويساعدها أكتر بعلاجها. هذا الموضوع عم بحكي اليوم لأنه في كتير مثل ليليان عم بيواجهوا هذا الموضوع، وأنا ما بعرف يعني شو السياسة اللي بده يعتمدها وزير الصحة جميل جبق بهذا الموضوع. أنا برفع الموضوع مباشرة لإله ليحلها مع اللجنة ومع الطبيب المعالج، حتى ليليان تاخد مثل كل الناس هذا الدواء، وإن شاء الله بيكون يعني كمان أنه بيسهل عملية شفاء، أو هيدا المرجو دايما من تأمين الدواء والمعالجة للناس. بياخد اتصال. ألو ألو ألو، بونجور. بونجور مدام ربيكا. نعم تفضلي. أنا حكيتك من شي شهرين ثلاثة بخصوص بنات الحوادث بشارع إدمون غريوس. أنا حكيت رئيس البلدية ورجع حكينا وعساس بدها شي جمعة بعلاج. يعني أنا لما بحكي مع رئيس إدمون غريوس يعني أنا بحط إيدي بمي باردة، بحس إنه عم بعالج الموضوع. عم عالج الموضوع بس الحال شو قال لك؟ شو قال لك لما حكيك؟ إدمون الرئيس إدمون قال لي شي جمعة بس نحن بنعالج القصة. أوكي بعد ما صار شي القصة بعد ما عالجوا، حتى امبارحة حرام والله حرام، في عنا مرضى بالبناية، في عنا أطفال عم يرشوا ديكو ديكو، كنا اختنقنا امبارحة. يعني هيدي مثل الدخان يعني بتعمل مثل هيدا البويا للحديد.
اوكي انت ببنايه الحوادث ما هيك؟ احنا بنايه الحوادث بشارع ادمون غريوس. اوكي اوكي. امبارحه بعد الظهر حكيت المفوض جوزيف بسيلي. ايه. وعلى اساس انه هذا يعني تلفن جوزي ورجع نزل لعندهم قال لهم والله حرام عليكم في مرضى في ست جارتنا يعني مريضه وفي عندنا اطفال بالبنايه. عن جدر عم نختني. هلا انا بدي اشوف شو القصه ارجع من جديد بحكي مع الرئيس واكيد بعرف منه للتاخير او اذا يعني عن جد أوكي. يعني اذا بدهم يجيبوا لنا المرض رح يجيبوا لنا المرض هن بكفي روايح للزباله. لا ما حدا ما حدا بده يجيب المرض لحدا طولي بالك شوي رح نحكيه. وانا بفهم يعني اليوم كل الناس مزبوط يعني اذا في ريحه بتقول في ريحه واذا في ازعاج بتقول في ازعاج. ما عم نغطي ابدا الموضوع اطلاقا. نحن بدنا المعالج اليوم قبل بكره. اهلا وسهلا فيك رح ارجع احكي. بس انا كمان بدي اعلق بموضوع الريحه انه نحن يعني ما لنا عارفين شو هي الريحه اللي زعج الناس انه الكوستا برافا والدوره يعني انه مش معروف يلي بيروح على مطار رفيق الحريري الدولي من قلب الطيارة واصلة الروايح. يعني ما عليه ما بدها كانت خبير من برا يجي يخبرنا ويوصف لنا دواء للريحة. هيدا هدر هيدا اسمه هدر لأنه بفتكر صرنا عجنين وخبزين وحاكين ودارسين الموضوع سنين وعارفين شو أسباب الريحة بدنا نشيل المسبب. بس تفضلوا شرفوا شيلوا اليوم قبل بكرة إن كان الكوستا برافا ولا الدورة لأنه مش الحل المناسب التوسيع. الحل المناسب نلاقي اليوم خطة للنفايات الصلبة لأنه حالات الإغماء وحالات الحساسية وحالات السرطان ما في منها بالعالم. لبنان عنده أكثر حالات والأسباب معروفة والمطلوب واحد إيجاد الحل. مش خبير يجي خبرنا لأنه عارفين شو السبب بس لهيونا فيها. ماشي الحال الداي قبض ما بعرف حقه عك الحال. كمان اتصال. ألو ألو أهلا بونجور. بونجور. إذا بتريدي عندي موضوعين بدي أسألك إذا عندك فكرة إذا رح يحلوا مشكلة عجقة السير تبع بعبديت هالصيفية لأنه بلشنا نطلع وبلشنا نعلق بالعجقة. ولا لقلك شغلة بعبديت سنة الماضي البلدية أكثر شيء قدرت عملته وحلته هي إنه عملت طريق جانبية. إذا بتطلعي دايما بتعرفي صار في طريق جانبية. هلا لما تخطط المتن السريع مفروض يكون له كمالة يعني بتوصل على البقاع. إيه. وفي له كمالي تاني بس هيدي الكمالي اكيد بدها موازنه بدها التزام. بدي اسالك السنه اذا في شيء. وبعدين في شيء بالمقابل كمان بيت مسك بعده مسكر والكل عم يسال طب ليه بعدهم مسكرين طريق بيت مسك. عرفتي يعني كان طريق بيت مسك بتحل شوي من الضغط يلي عم بيصير على طريق بعبدات. لكن خليني اسال هلا اذا في شيء جديد على الطريقين لانه مرتبطين ببعضهم الى حد ما وبعطيكم جواب. فاصل ومنتبه. منتابع الحلقة عبر الام تي في باخذ اتصال جديد. الو 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 بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم. وحياتك بدي اقول لك شغله. معالي الوزير دكتور جميل جابك رجل انساني. نعم. رجل عنده دم وضمير. خلص المرضى اللي عم بتموت على ابواب المستشفيات. الله يطول بعمره ويخليه بصحته. بدنا جاي خلصنا من الضمان نصير بس هيدا لقي يخصموا لنا ويتصافوا هن عندهم مندوبين يتصافوا هن بالضمان لأنه كل 8 شهور تيقبضونا أقل من نص القيمة وبعد 8 شهور نحن منين من أم من دواء. عم يعطوا مواعيد مدامنا لـ 2020 يا عيب الشوم. تصوري فاتورة الدواء تترجع تقبضيها لل 2020 وهلا وهيدا يعني الادويه كل شهر بشهره. تصوري اخر فاتوره في حدا تلفن لي قال انه عطيو تيقبضا بال 2020 عايشينا. يعني هيدا ما بيصير هيك. معك حق معك حق. حابب اوجه له تحيه لمعالي الوزير بعرف نشيط ويعني من وقت ما استلم الوزاره عم بيزور على الارض المستشفيات وعم يحكي وعم يعمل تعاميم وان شاء الله كمان بموضوع الادويه الامراض المستعصيه كمان بيكون له كلمه فصل بهذا الموضوع كمان. اهلا فيك مدام شكرا لك. يعني للصراحه موضوع الادويه يعني مش بس بدنا نخفض الدواء
بدنا كمان يكون بمتناول الجميع. يعني حكيت المدام عن الضمان مزبوط، دايما لما براجع بموضوع الضمان بيقولوا لي انه قضية البشر، انه ما في عندهم ناس كتير تشتغل، مع انه اليوم بعرف انه في تخمة بالتوظيف وبعرف انه ممنوع التوظيف، واليوم رجعوا فتحوا ملف انه من بعد القرار اللي 2017 في ناس توظفت وما بعرف شو رح يصير بمصيرها، بس بعرف في كمان فائض بالموظفين بيقدروا يعملوا لهم دورات وحطوهم بمراكز الضمان. يعني ما عليه اذا عمل دورات ليش لا، هيك بيكون مبعوث في حجه اذا كانت مزبوط الحجه هي اليد العامله، اذا هيدي هي الحجه بتصور يعني بيقدروا من الفائض يدربوا حدا ويستلموا ببعض المراكز الضمان اللي هي فيها عليها كتير ضغط، ان كان جوني ان كانت دوره، اكثر شيء عليهم ضغط واكثر شيء بيجي عليهم كمان شكاوى، بمعنى انه التاخير مش اكثر من هيك. ما في الواحد ينطر ليقبض فاتورة الدواء سنتين لورا وهو كل شهر مفروض يقدم على الأدوية. طبعا بموضوع الاتصالات اللي وردت كمان بموضوع الجديدة ورفع النفايات من شارع ماجي الحاج صراحة، والروائح أكيد روائح معروفة واللي عم نشمها وصلت للزلقة كمان. هيدي الروائح معروف شو مصدرها، مصدرها المكاب تبع برج حمود، ولكن إنه شركة رامكو ما ترفع النفايات من شارع ماجي الحاج ما بعرف وين مسؤوليتها. يعني أنا بوجه نداء لشركة رامكو ليه التأخير برفع النفايات من هالشارع بالذات؟ يعني البلدية عم تدفع ما عليها، عم يقتطع من البلدية لا رامكو، وبعدهم لهلا عم يقتطعوا قبل للسيكلين، حتى كمان هلا انه ما يكون في رفع للنفايات من الطريق. فانا برسم طبعا رامكو بحب انه يروحوا على شارع ماجي الحاج على الدوره، لانه قد ما في تراكم نفايات وما عم تنرفع في روايح زياده، وكلنا بنعرف مع النفايات غير الروايح شو بيجي من قوارض كمان وبتفوت على البيوت، وهيدا نحن اكيد يعني مش مستحب. كمان في اتصال وبدي ارجع احكي عن الرش المبيدات. الو الو الو، يعطيك العافيه مدام ربكة. اهلا اهلا مسيو. بدي نسالك عن موضوع ضغط الجمارك 2014. نعم، صرنا كثير عم نسال عن الموضوع دوره الجمارك. في نعم في مجال ناخذ جواب، لانه عم يقولوا لنا اخر فتره صارت عند وزير المال وما عادش حدا قدر يعرف شيء عنا. ليك للصراحه كل ما بلتقى بمدير عام الجمارك بساله وين صارت بيقول لي قريبه، يعني اكثر من هيك مش قادرين يجاوبوني، ما بعرف ليه، ما بعرف شو هالسر. مش بس الجمارك، المراقبين الماليين يعني في كتار ناجحين وصار لازم يكونوا فاتوا على الوظيفة وخلصوا، وبطلب من يعني في طلب انه للوظيفة، مش هني هيك رايحين للأسف، وانت واحد منهم كمان. ما بعرف ليه التأخير صراحة، دايما بيقولوا لي قريبا، ما بعرف اي متى قريبا وما بيبرروا ليه، هل هي ما في توازن طائفي، هل هي ما بعرف شو المشكلة. انا كمان بضم صوتي لصوتك لانه نحن بحاجة لدم جديد يدخل على الإدارات، ولما تقدمتوا بالطريقة القانونية على مجلس الخدمة وعملتوا الفحص وكنتوا من الناجحين، يعني هيدا حق لألكن ببلدكن وحق لألكن، لأنه أنتم مؤهلين ونحن بدنا بالإدارة ناس مؤهلين. بموضوع رش المبيدات في كتير نقمة عم ترجع من الناس إنه على طريقة الديكو يلي حكيت عنها المدام، إنه هيدي يعني الكاز يعني اللي بتعطي هالدخان. هلا اذا بنحكي مع ناس اللي بيرشوا بيقولوا هيدي صار لازم انه ما بقى نعتمدها، صار في رشوش تاني ممكن تعتمد، بس ما بعرف ليش بعد البلديات عم تعتمد هالطريقه هيدي البدائيه، هل هي عن خبره، هل هي اوفر، ولكن هيدي عم تزعج الناس بهذا الدخان يلي بيقطع عم يزعج الناس. باخذ اتصال بنتقل لصوره اليوم. هيدي الأشغال هي بحي الجوار بعين تورة الكسروان. أنا شكرت مؤسسة مياه بير جبل لبنان لأنه تلقفت دغري الموضوع وصلحت الأسطر وإجت المي،
ولكن إلى عدة أشهر ورا ما تصلح الأسطر، وهالطريق هيك يعني مفروض على المتعهد يلي صلح الأسطر مفروض إنه يزفتها. هلأ توفونو قشط أخذ مطرحه، مفروض تتزفت اليوم قبل بكرة. أكيد هيدي برسم يهبروت وجبل لبنان بحي الجوار بعين تورة كسروي. طبعا مشاهدينا بدي أعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا، فيكم تتواصلوا معنا على المباشر أو على 04-444-444 أو على فيسبوك الحل عنا أو على البريد الإلكتروني، فيكم كمان ترجعوا تشوفوا هيدي الحلقة. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.